التطورات الأخيرة في أفغانستان هرع آلاف المواطنين من أجل مغادرة البلاد، مما سبب في حالة من الفوضى أدت وفق وكالة رويترز إلى مقتل 5 أشخاص. وأظهرت لقطات فيديو آلاف الأشخاص يحاولون تسلق طائرات في مطار كابول للفرار من البلاد. وبذلك أعلنت السلطات في مطار كابول عن توقف الرحلات التجارية بسبب الفوضى التي وقعت إثر اجتياح حشد من المواطنين مدرجات المطار. وتعليقا على ذلك التدافع في مطار كابول، قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية اضطرت لإطلاق النار في الهواء لمنع أفغان من الركض إلى المدرج لركوب طائرات عسكرية، لافتا إلى أن الرحلات الجوية العسكرية المنطلقة من كابول مخصصة فقط لنقل الدبلوماسيين والموظفين بالسفارات. تستمر عمليات إجلاء الأجانب والبعثات الدبلوماسية من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كامل البلاد، وسط دعوات غربية لضمان عدم عرقلة العملية. دول غربية عدة تواصل جهودها لإجلاء مواطنيها خوفا من تدهور الأوضاع في أفغانستان. مصادر مطلعة لشبكة CNN الأمريكية قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن قلصت عدد الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة للأفغان الذين عملوا إلى جانبها بهدف إعطاء الأولوية لإجلاء الأفراد الأمريكيين من أفغانستان، فيما حذرت وزارة الدفاع الأمريكية طالبان من محاولة استهداف أو عرقلة عملية إجلاء المواطنين الأمريكيين وموظفي سفارة واشنطن. بدورها فرنسا أعلنت على لسان وزيرة الدفاع فلورنس بارلي أن أول عملية إجلاء جوي من كابول ينظمها الجيش الفرنسي بين العاصمة الأفغانية وقاعدته في الإمارات مرتقب الاثنين. أما الخارجية الألمانية فقد أكدت أن إجلاء عاملها من كابول مستمرة، وأوصت موظفيها بعدم التوجه للطائرة ما لم يتم الاتصال بهم لتجنب الفوضى، فيما أشار وزير الدفاع البريطاني أن مهمة إنقاذ البريطانيين والمتعاونين الأفغان مع قوات بلاده جارية، وتم إعادة 300 شخص حتى اللحظة. من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى تسهيل المغادرة الآمنة للمنظمات والأجانب والأفغان الراغبين بالمغادرة، مشددا على ضرورة أن تبقى المنافذ الحدودية والمطارات مفتوحة. وحول هذا الموضوع معنا من كابول عبر الأقمار الصناعية سيد محب الله شريف الكاتب الصحفي الأفغاني. سيد شريف، سؤالي الأول بعد ذلك اليوم المشهود بالأمس، بتقديرك إلى أين تتجه الأمور في أول أيام اختبار الحكم إنجاز الوصف لطالبان؟ أولا أريد أن أقدم تحياتي لكم ولجميع المشاهدين الكرام على قناة الشرق. لو أنني أخذت الصوت والسؤال بجملة كاملة، لأن الصوت منخفض جدا ولا أسمعه بكامل الصورة. المهم أن أول يوم لسيطرة حركة طالبان في كابول، نعم هي الأوقات واللحظات تجري، ولكن حركة طالبان تحاول لكي تسيطر على أكبر قدر ممكن من الأماكن المرتبطة والحساسة بالحكومة، وكذلك هي تريد أن تتصدى لكل من يريد أن يخلق الزعزعة وعدم الاستقرار في مدينة كابول، وكذلك صارمة جدا في مواجهة الذين يريدون نهب أموال الناس أو سرقة أموالهم، وكذلك هناك يعني قلق زائد وربما شكاوى تم تقديمها إلى حركة طالبان الآن بالنسبة لقتلى في مطار كابول. وهذه المسألة سوف تكون مسألة حساسة جدا، لأن حركة طالبان مهددة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بإنذار شديد ألا تمس جميع المسلحين أو القوات الأمريكية بأي سوء، ولن تتقرب إلى تلك المناطق، لأن القوات الأمريكية مشغولة بإجلاء دبلوماسيها، البعثات الدبلوماسية والعاملين معها من الأفغان والمترجمين. فهذا الأمر يعني حساس جدا، لكن الوضع ما زال تحت سيطرة حركة طالبان حتى الآن. جيد، وأنت قادم إلى المكتب، كيف يمكن أن تصف الوضع؟ هل الأمور تسير بهدوء؟ ليس هناك من عمليات تشفي وانتقام، سلب ونهب؟ طالبان
ومسلحوها يسيطرون بشكل كامل على مفاصل العاصمة كابول محيط المطار. من يحكمه تحديدا؟ أنا منذ الصباح كنت أتجول في شوارع مدينة كابول في النواحي المختلفة حتى أجد هذا ما أشرتم إليه، عمليات أو حوادث الانتقام أو من يريد يعني التعدي على الآخر. أنا لم أرى مثالا لذلك، بل رأيت القوات لحركة طالبان منتشرة في جميع أنحاء كابول وكذلك في النقاط الحساسة بكثافة. وفي نفس الوقت يعني لما تخرج الآن إلى الشارع ترى كأن الشارع يعني في حر شديد في وقت الظهر في كابول، يعني لا تزال الشوارع مملوءة بالناس والدكاكين مفتوحة، مع أنها ليست مفتوحة 100%، لكن حسب ما نرى أن يوم الأول وسيطرة حركة طالبان والخوف الذي كان يعم الجميع في كابول قياس مع الفارق جدا، ونستطيع أن نقول بأن الحياة عادية الآن ولا تزال ترجع إلى حالتها العادية والأصلية كما كانت في كابول. وربما هناك سوف تكون تغييرات في حياة المدني أو في حياة الشعب العادي في هنا في كابول، لكن أعتقد أن الأمر صار إلى مساره الأصلي والعادي. ماذا عن اللجنة الانتقالية لتسلم السلطة التي من ضمنها عبدالله عبدالله وحميد كرزاي وثلاثة أشخاص في الحقيقة وحكمة يار أظن؟ هل هي ما تزال ذات جدوى أم أن الأمر انتقل بسلاسة وسهولة لطالبان وقضي حتى أمر الشأن الانتقالي وتعقيداته؟ أنا أعتقد أننا كنا ننتظر بفارغ الصبر أمس حتى نهاية الليل، ولكن بعد ذلك قلنا ربما نسمع شيئا من حركة طالبان في أول صباح، وحتى الآن نحن ننتظر وكل العدسات والأعين متجهة إلى رئاسة الجمهورية وقصر رئاسة الجمهورية حتى نسمع موقفا من حركة طالبان تجاه هذه القضية، لأن حكمة يار وعبد الله وكرزاي كانوا قد شكلوا تلك اللجنة، ولكن حتى الآن لا توجد أي نتيجة ملموسة لفعالياتهم، وكأن حركة طالبان تقول بأن الخطة التي كانت لما ألغيت وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني فلا داعي لاستمرارها، وربما هي سوف تسيطر على السلطة وبعد ذلك ربما تعلن موقفها. ماذا سوف يكون مصير أفغانستان؟ ما هي نوعية الحكومة؟ وكيف سوف تتعامل حركة طالبان مع بقية الأطياف السياسية في المجتمع الأفغاني؟ هل هي سوف ترجع إلى التسعينيات أم أن لها خطة جديدة؟ هذا سوف يعطينا المستقبل مثالا عمليا له. بالضبط في هذا السياق سؤالي الأخير استقرائي إذا أردنا أن نستبق، هل نسخة القادة الجدد لطالبان ستختلف كثيرا عن نسخة الملا عمر في 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 بداياتها في ضوء رسائل الطمأنة التي أرسلت بها الحركة للأفغان وللقوى الدولية أيضا؟ أنا أعتقد أنني أختصر هذه الجواب أو هذه الجملات في جواب قصير، وأستطيع أن أقول بأن الأصول كما هي أصول ملا عمر المعبرة عن شرعية الإسلام، ولكن هناك اختلاف في الوصول إلى تلك الأصول أو تلك الأصول، هذا الأمر يختلف. هناك من يقول في حركة طالبان بأنهم متفتحين على العالم وتدربوا وسمعوا ورأوا أمثلة عملية للعلاقات وكيف يتم يعني فعالية الدبلوماسية لمستقبل أفغانستان، لكن أنا أعتقد أننا لا نكون إيجابيين ولا نكون سلبيين، ننظر ماذا تفعل حركة طالبان في مستقبل هذا البلاد أو في هذه البلاد، وكيف سوف تكون يعني سياستها الداخلية والخارجية أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب الأفغاني بصورة سواء. أشكرك في ختام هذه المداخلة من كابول السيد محب الله الشريف الكاتب الصحفي الأفغاني.